ملوش اي علاقه، حضرتك ما كملتش اللائحه ليه؟ يجب ان يتم تطبيق اللوائح والقوانين على الكل. ما حضرتك ما تجيبليش السطر الاولاني وتسيب السطر الثاني. فحاجه غريبه جدا. وزي ما قلت لحضراتكم قولوا لنا يا جماعه اي حاجه هتحصل الفتره القادمه في اتحاد كره القدم قولوا لنا عشان حاجه كويسه يعني نطلع نشيد بالموضوع. لو تم تطبيق تقنيه الفار هنطلع نقول لهم انتوا احسن اتحاد وانتوا لجنه خماسيه محترمه وبتحاولوا، لان احنا عايزين نطبق الفي ار من قبل بطوله كاس الامم الافريقيه، من بيانات النادي الاهلي قبل بطوله كاس الامم الافريقيه اللي اقيمت في مصر، واحنا بنقول يا جماعه من فضلكم طبقوا لنا الفار. هو بالمناسبه هو السوبر كان فيه فار ولا ما كانش فيه فار؟ انا مش عارف، ما يعني لم يتم تطبيقه، لانه الحقيقه في بعض الامور كانت واضحه جدا ولكن لم يتم تطبيقه. يعني لما ابو جبل خد خطوتين ثلاثه في ركله الجزاء ما حدش رجع للفي ار، مع انه من المفترض ان ده يحصل. فانا ما اعرفش هل هو كان فيه ولا ما فيش، لكن خلاص يعني خلاص ما فيش مشكله. ولو عند حضرتك دليل قول لنا، قول لنا بس واحنا هنشكرك برضو، والله اقسم بالله هشكرك، ما فيش مشكله.